آثار القصف المدفعي على مدينة اللطامي. هذا آثار القصف، تهدم هذا المنزل، هذه آثار الشظايا، هذا آثار الدمار، آثار الدمار، هذه النوافذ، الأبواب على الأرض، دمار أحد المنازل في مدينة اللطامي يوم السبت 12/1/2013. القصف المدفعي لعصابات بشار الأسد المتواجدة في دير محردي. هذه آثار الشظايا على هذا المنزل. تقطع الأسلاك الكهربائية، هذه الأسلاك على الأرض من جراء القصف المدفعي. طبعا الكهرباء مقطوعة بطبيعة الحال. هذه الأسلاك الكهربائية، آثار القصف على مدينة اللطامي. هنا سقطت القذيفة في هذا السقف. هذا آثار الدمار على مدينة اللطامي يوم السبت 12/1/2016. هذا آثار الدمار من جراء القصف لهذه العصابات الأسدية المجرمة من دير محردي. هذا آثار القصف، آثار القصف على مدينة اللطامي يوم السبت 12/1/2013. آثار الدمار.